السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إخواني أخواتي في هذه الحلقة. اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة سأشرح لكم كيف تحصلون على موردين لعمل دروب شيبين على متجر شوبيفاي. سبق وشرحت لكم متجر شوبيفاي، كيفية إنشاء متجر شوبيفاي، كذلك كيفية ضبط الإعدادات الخاصة بالمتجر عبر كورس بسيط من 4 حلقات شرحنا فيه كيفية بناء المتجر، كيفية الحصول على تيم مناسب، كيفية التعديل عليه، كيفية وضع كل الأمور، وهذا هو التيم الذي سنشرح عليه اليوم إن شاء الله. بالنسبة لهذه الحلقة سيكون الأمر مختلف جدا، لأننا سنشرح كيفية الحصول على مورد فقط. سأطلعكم في هذه الحلقة على مورد رائع جدا، هي شركة تركية خاصة بالمنتجات، كذلك فالمنتجات الخاصة بها رهيبة جدا وجيدة بالنسبة للجودة الخاصة بها. يمكنكم أن تقوموا بعمل دروب شيبين مع هذه الشركة التي تعطيكم إمكانية عمل دروب شيبين، وكذلك تعطيكم إمكانية عمل أو وضع الاسم الشركة أو الموقع أو المتجر الخاص بكم على المنتج، يعني فهي يعني تعطي دليل للزبون او للعميل على ان المنتج يعني قادم من المتجر الخاص بكم، لانها تضع البيانات الخاصة بكم على المنتج. اذا بالنسبة لشركة اليوم التي سنقوم بشرحها ان شاء الله هي شركة قنوات. هذه الشركة التركية فهي معروفة جدا، بالنسبة لمن لم يعرف قنوات فيمكنه البحث عليها على موقع اليوتيوب. هذه الشركة توفر إمكانية يعني الحصول على منتجات وعمل دروب شيبين. طريقة التسجيل في الشركة بسيطة وسهلة جدا، كل ما عليك هو الضغط على الرابط الذي ستجده أسفل الفيديو في الديسكريبسيون، سيوجهك إلى موقع الشركة الرسمي. تقوم بالتسجيل عن طريق الجوجل أو الفيسبوك أو متجر شوبيفاي نفسه إذا كان لديك متجر شوبيفاي، أو بالضغط على ساين أب أو ريجستر بالطريقة العادية في حالة يعني كنت تسجل يعني عن طريق الايميل، وضع كلمة سر، ثم اختيار رقم الدولة الخاصة بك، ثم تضع رقم الهاتف الخاص بك، ثم تقوم بالضغط على ساين اب وتقوم بتفعيل الحساب في حالة تحصلت على رابط تفعيل عن طريق الايميل الخاص بك او كود يعني في الهاتف الخاص بك. اذا فطريقة التفعيل فهي بسيطة، هذا في حالة تحصلت على كود، اما في حالة لا فيمكنك الدخول الى الحساب مباشرة. بالنسبة للموقع فالموقع مضمون وامن، ويعني ليس هناك اي مشاكل في الموقع للاخوة الذين يسألون هل الموقع يدفع، هل مضمون، هل كذا. الموقع ستشتري منه، ستصلك سلعتك الى مباشرة الى او يعني السلعة الى العميل الذي ستقوم بادخال العنوان الخاص به على قنوات. اذا بالنسبة للقنوات فهو يوفر لك امكانية ربط العديد من المتاجر معه. سنقوم بالضغط على ربط متجر. هنا يقول لك في حالة لم يكن لديك متجر يمكنك الان البدء في الحصول على متجر مجاني من هذا الخيار، اما اذا كان لديك متجر فيمكنك الضغط على نعم، بالتالي سيقول لك هنا انه لدينا العدد من المتاجر التي تدعمنا، مثلا متجر اكسباند كارت، متجر شوبيفاي، الووكوميرس، مانكتو، اوبن كارت، وكذلك هنا الكود الخاص ب سي سي في للتعرف على كيفية ربط المتجر وكل هذه الامور، كذلك اي باي، كذلك يمكنك ربط المتجر الخاص بك اذا كان لديك اي متجر الكتروني اخر على احد المواقع الاخرى، يمكنك ان تقوم بربطه عن طريق وضع كود الاي بي بالنسبة للاشخاص المبرمجين، فهم يعرفون كيفية ربط هذه الامور. في حالة كنت لا تستعمل هذه الامور يمكنك يعني الاستعانة بشخص مبرمج لي يعني ربط الموقع الخاص بك وعمله مثلا المتجر مع قنوات، وتبدأ يعني في وضع منتجات قنوات. اما اذا كان لديك متجر الكتروني مثلا من هذه المتاجر فيمكنك ربطها مباشرة بعملية اوتوماتيكية فقط يعني بالضغط على المتجر، ثم تقوم باختيار اسم المتجر الخاص بك. بالنسبة لي هنا مثلا على سبيل المثال سنقوم بربط شوبيفاي، يعني ما هو اسم المتجر الخاص بنا؟ سنقوم فقط يعني بادخال اليوزر نيم الخاص بالمتجر الخاص بنا، او سنقوم يعني بنسخ هذا الرابط الذي هو كما تشاهدون هنا من يعني من الداشبورد الخاصة بشوبيفاي وليس يعني من الدومين الخاص به. نقوم بنسخ العنوان URL من .com الى HTTPS، ثم سنقوم بإدراجه في هذا المكان، بالتالي سيقوم بإعطائنا اليوزر نيم الخاص بالمتجر الخاص بنا. سنقوم بالضغط هنا على ابدأ الربط. اذا كنت سبق وفتحت يعني شوبيفاي على نفس البروزر الذي تعمل عليه فستبدأ يعني الربط بشكل اوتوماتيكي، اما اذا لم تكن يعني قد قمت بفتح شوبيفاي سيعطيك يعني ان تقوم بإدخال الايميل والباسورد الخاص بشوبيفاي ليبدأ يعني في ربط التطبيق مباشرة مع شوبيفاي. بعد ان تقوم بهذه العملية ستتوجه الى شوبيفاي في يعني في مكان التطبيقات، ستجد انه تمت اضافة تطبيق جديد الى متجر شوبيفاي الخاص بك، وهو تطبيق قنوات كما تشاهدون هنا. اذا تم يعني وضع يعني تطبيق قنوات وربطه مع المتجر الخاص بنا، وهنا يظهر لك اسم المتجر الذي قمت بربطه. اذا هذه هي الواجهة الرئيسية الخاصة بقنوات. هنا لدينا الكتالوج حيث لدينا المنتجات، يمكن التحصل على المنتجات. هنا لدينا الدفع يعني دفع الفواتير الخاصة بك واضافة الاموال الى محفظتك. هنا يمكن ان نقوم بتعبئة محفظتنا على قنوات بالضغط على الدفع، وكما تشاهدون هنا سنبدا يعني في البيانات الخاصة بنا، الاسم الاول، الاسم الثاني، العائلة، المدينة، يعني
المنطقة أو يعني المنطقة التي نتواجد بها، العنوان الأول العنوان الثاني في حالة كنت توفر عليه، في حالة لا أترك الخيار فارغ. ثم هنا تضع اسم الشركة أو اسم المتجر الخاص بك، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف الخاص بك، تقوم بالضغط على حفظ. بعد ذلك سيعطيك إمكانية الدفع كما تشاهدون هنا. هنا إمكانية الدفع، هنا ستشاهد أن الرصيد الحالي الذي لديك إذا قمت بتعبئة حسابك. هنا ستقوم يعني باختيار المبلغ الذي تريد دفعه مثلا على سبيل المثال، ثم ستقوم هنا بالضغط على دفع، ثم ستبدأ بالدفع يعني عن طريق الكريدت كارد، الفيزا كارد أو الماستر كارد الخاصة بك. بالنسبة لي ما هو المبلغ الذي يمكنك أن تقوم يعني بشحن قنوات به؟ فهو مبلغ 10 دولار، يعني أقل مبلغ يمكنك شحنه يعني عن طريق الكريدت كارد، الفيزا كارد أو الماستر كارد. بالنسبة للباي بال، يقول لك هناك بعض الأشخاص أنه لا يوجد يعني هنا باي بال للدفع يعني عن طريق الباي بال، بل يوجد هناك باي بال يعني للدفع عن طريق قنوات، لكن الباي بال فهو يخصص للأشخاص الذين سيقومون يعني بدفع مبالغ مثلا 100 دولار فما فوق. سيمكنك تعبئة يعني حسابك في قنوات عن طريق الباي بال، وذلك يعني عن طريق التواصل بحساب الواتساب الخاص بهم الموجود يعني على الموقع، ستجدون يعني الواتساب وسأعطيكم يعني على التفاصيل. إذا كان هذا بالنسبة لتعبئة الحساب الخاص بنا على قنوات. سنعود إلى الرئيسية للإطلاع على بعض التفاصيل الأخرى. إذا شرحنا كيفية رفع المتجر، هنا واتساب كتالوج كما تشاهدون هنا، أحصل على المنتجات على شكل مجلة لإيصالها لعملائك عبر الواتساب، يعني هنا كتالوج يمكنك التحصل منه إذا كنت تستعمل يعني على الواتساب. هنا ستجد يعني قسم الطلبات الذي لديك. هنا حدد أرباحك، بالنسبة لي هنا حدد أرباحك، ننتظر يعني رجعهم يتم التحميل فالاتصال بطيء، ويعني سنعود إلى قسم آخر لنقوم بشرحه. هناك يعني دائما يعني بعد التعثرات في السيرفر، سنعود إلى قسم آخر ليكون الوقت مختصر. إذا أسعار الشحن، هنا بالنسبة لأسعار الشحن يعني سنشرح فقط الأشياء المهمة. هنا يقول لك أسعار الشحن، تكاليف الشحن، طلبات العمولات لمشتركي، الباقات المدفوعة، يعني الباقات التي تم دفعها. فهناك باقات توفر عليك بعض الامور الجيدة على متجر قنوات، حتى يعني يكون هناك بعض الامور الخاصة بالشحن جيدة. سعر الشحن للطلب فهو 10.99 دولار، يعني هذا هو سعر الشحن الخاص بالطلب. ستقوم يعني باضافته للمنتج، يعني الى اي منتج ستقوم بشحنه. مثلا اذا كان المنتج الذي ستضع يعني مثلا ب 10 دولار، ستقوم باضافة 10.99 دولار، يعني حتى تمكن يعني من شحن المنتج، نظرا لان الشحن هنا ليس مجاني. هنا سعر الشحن للطلبات على اعلى من 80 دولار. اذا كان سعر المنتجات التي ستقوم يعني بطلبها انت وارسالها اعلى من 80 دولار، فسيكون هنا الشحن مجاني. هذا بالنسبه لاصحاب الباقات المدفوعه، اما اصحاب الباقات المجانيه فلا اعلم. لمشتركي الباقات المجانيه اسعار الشحن الاعتياديه، يمكن الضغط على هذا الرابط للاطلاع على اسعار الشحن. سنقوم بالضغط هنا للاطلاع على اسعار الشحن. إذا كما تشاهدون هنا يخبرك بعض الأمور الخاصة بالشحن أصحاب الباقات المجانية، أسعار شحن قنوات الجديدة حول العالم، سعر الشحن حول العالم 11 دولار، يعني 11 دولار لشحن أي منتج، يعني الآخرون 10.99 وهنا 11، يعني لا فرق. الشحن مجانا للطلبات فوق 80 دولار، إذا كان طلبك فوق 80 دولار فالشحن مجاني. إذا بالنسبة لي هنا كما تشاهدون الشركات التي يمكنك الشحن عن طريقها تي إن تي، دي إتش ديل، كما تشاهدون هنا التفاصيل تظهر لكم هنا كما تشاهدون، يوتي كاغرو، هناك ملاحظات أخرى. مهم، هذه هي شركة الشحن التي سيبدأ الشحن عليها. إذا سنترك هذا الخيار هنا، اطلعنا على تفاصيل الشحن. كما تشاهدون هنا البيع على أمازون، البيع على إي باي، أكاديمية تطبيقية قنوات، الدعم الفني هنا إذا كنت تريد تحصل على أي دعم فني. هناك كذلك الشاط في هذا المكان كما تشاهدون، يمكنك التواصل معه مباشرة. هويتك التجارية، هنا نطبع شعارك على الطلبات ونغلفها بناء على طلبك، على أنهم يقومون يعني بوضع اسم الشركة الخاصة بك و أو اسم المتجر الخاص بك على الطلبات التي ستقوم يعني بشحنها، حتى لا يظهر على أنك تعمل يعني دروب شيبين، يعني هذا أمر جيد جدا حتى تظهر المنتجات يعني باسم المتجر الخاص بك. إذا سنقوم بالضغط على هذا الخيار هنا. كما تشاهدون إيمانا من قنوات بأهمية تميزك أمام عملائك، فإننا نساعد في هذا من خلال طباعة معلومات متجرك وشعار متجرك الإلكتروني الذي تختاره على غلاف الطلبات. هذه الخدمة خاصة فقط بمشتركي الباقة المميزة فقط، اشترك بالباقة المميزة. سنرى ما هي الباقة المميزة. إذا هنا كما قلت لكم ستقوم يعني بإدخال المعلومات الخاصة بكم. إذا هذه هي الباقة المميزة، إذا كما تشاهدون هنا يعني هذه بالنسبة للمدفوعة، كان سعرها 29 دولار، حاليا فهي 24 دولار في الشهر، تدفع سنويا، يعني في الشهر تدفع سنويا، يعني تدفعها لمرة واحدة في السنة،
يعني في شهر واحد في السنة تدفع هذه الأمور، كذلك هنا في الشهر تدفع في السنة. إذا كما تشاهدون يعني هذا في سنة واحدة ستدفع هذا الثمن. إذا كما تشاهدون هنا عدد المنتجات التي توفر لك يعني لشحنها هنا، يعني التصفح حتى كذا كذا تعطيك إمكانية كذا بدون رسوم إضافية، تحديد المخازن يوميا، تنفيذ الطلبات أوتوماتيكيا، إمكانية الطلب يدويا، نظام تحديث الأسعار آليا، يعني كتحدد سعر الأسعار يعني في حالة كانت أي زيادة ونقصان في المنتج أي أمور، الدعم عبر التذاكر والدردشة، المكان اختيار وسيط الشحن، كتختار يعني واحد الوسيط اللي غادي تشحن به نتايا، يعني كيوفر لك العديد من الامور، دعم تعدد اللغات للمنتجات، مثلا يظهر المنتج ديالك بعدة لغات، مثلا اذا فتح شي شخص يعني المنتج ديالك مثلا في امريكا غادي يظهر باللغة الانجليزية، فتح مثلا المنتج في دولة اخرى غادي يظهر له بديك اللغة اللي كيستعمل، يعني العديد من الامور. كذلك هذا بالنسبة للباقة اللي هي ب 104 ديال الدولار، اذا كما كتشوفوا يعني الباقة المجانية راه كما قلت لكم راه هي باينة، يبقى على الباقة المجانية مع اندرفاد منتج كذا كذا تكلفة عالية طلبية واحدة. اذا هنا يبقى على الباقة المجانية، لك يعني شخص بغى يجرب وتعرف الطريقة كي دايرة مزيان، بقى على الباقة المجانية حتى تتعرف مزيان على طريقة العمل. اللي كان شي شخص يعني بغيتي تدخل في الدروب شيبين بشكل مزيان وغتبدا توضع لي ادز والاعلانات ديالك على فيسبوك والانستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي وتبدا يعني في الخدمة، راك غادي تختار يعني واحد الباقة اللي هي مزيانة وغادي تبدا الخدمة ديالك مباشرة على متجر شوبيفاي اللي شرحت لكم طريقة إنشاء هذا المتجر. الطريقة بسيطة جدا لإنشاء متجر، كما قلت لكم راه كاين العديد من التطبيقات، من بينها تطبيق اوبرلو اللي ممكن حتى هو أنكم تحصلوا به على سلعة من علي اكسبريس، وممكن أنكم دير له واحد الامبورت ولا واحد الاستيراد وتجيبوها مباشرة على متجر شوبيفاي الخاص بكم. كما كتشوفوا أنا راه كدار يعني بعض المنتوجات الخاصة بمتجر اوبرلو اللي تيقوم يعني بوضعها بشكل اوتوماتيكي، فقط عليكم أنكم تضبطوا بعض الإعدادات الخاصة بأوبرلو باش أنكم تغيروا الثمن وبعض الامور الاخرى. الامور هذه غادي نشرحها ان شاء الله في حلقه خاصه باوبيرلو. المهم انا شرحت لكم دابا المهم قنوات باش ممكن انكم تخدموا على قنوات. اما بالنسبه للمنتجات كما قلت لكم طريقه وضع اي منتج، غادي تضغطوا فقط هنا على كتالوج وتشوفوا المنتجات، او هنا تختاروا الاقسام بحيث غادي تظهر لكم كاع المنتجات اللي كتوفر عليها شركه قنوات، ثم غادي تختاروا بينها واش الملابس ولا المجوهرات ولا الساعات ولا الديكورات ولا المهم شوفوا الاختيار ديالكم. ندخلوا على سبيل المثال اننا غادي ناخذ واحد المنتج اللي هو نسائي، مثلا غادي ندخلوا مثلا على قسم خاص بالنساء كما كتشوفوا هنايا. بالنسبه لهذا القسم هذا غادي نفوت على الصفحه هنايا، كاين واحد المهم نديروا على سبيل المثال، نديروا على سبيل المثال كاين عندنا دي برودوي هنايا بزاف خاصين بالنساء، كاينين كما كتشوفوا هنا. على سبيل المثال ناخذ مثلا هذا الشال هذا، كما كتشوفوا هنا هذا فهو الثمن ديالو، تيقول لك سعر التكلفه ديال هذا الشال هذا فهو 4.37 دولار، يعني واحد السعر اللي هو مزيان كما كتشوفوا باش ناخذ هذا الشال هذا. وكيقول لك هنايا سعر البيع ديالو، يعني باش تبيعو راه غتبيعو بشي 7.43 الى بغيتي تبيعو. وهنا تيقول لك المخزون راه كاين واحد 13 بياسه في المخزون، باش تعرف تضبط الامور ديالك وتحط العدد على السطور ديالك. هنا تمت اضافته كما كتشوفوا، راه تيقول لك راه 252 شخص اللي قاموا بالحصول على هذا المنتوج هذا، هو كما كتشوفوا هنا منتوجات اخرى. اذا كيفاش غنديروا المنتوج؟ يعني راه من بعد غادي نربطوا السطور ديالنا بهاد بقنوات، راه غادي نضغطوا فقط على اضافه المنتج بهذا الشكل هذا، وهو راه غادي يعطينا التفاصيل. فقط كنضغطوا على اضيف، من بعد اضيف غادي نضغطوا على المنتج، المنتج كنضغطوا عليه كيعطينا التفاصيل كامله ديال المنتج. اذا كما كتشوفوا هنا راه كيحدد لك كل شيء، تيقول لك 1.2 كيلو في الوزن ديالو، تيعطيك الرقم، هذا الرقم المهم اللي هو ديال الاس كيو والمورد ديالو اللي كما كتشوفوا هنايا هو هنايا في هذا المكان. هنا تيقول لك زمن التجهيز من 9 من 4 ايام حتى 9 ايام، المقياس، القماش كما كتشوفوا 100% كما كتشوفوا هنايا، اللغات، المهم الامور ديالكم باش توضعوا على سميتو. راه التصاور غادي تاخذوهم فقط تضغطوا على سيف ايميج وغادي تهزوا التصويره وتوضعوها على متجر شوبيفاي ديالكم. اذا الاخوان تعرفنا على الطريقه بشكل كامل، تعرفنا على كل شيء، تعرفنا على المتجر كيفاش كيخدم، طريقه البناء كيفاش كتخدم. بالنسبه للمتجر شوبيفاي اللي بغى يخدم بهذا الشيء هذا، غادي نخلي لكم الرابط ديالو، راه كاين على متجر ايفانتو اللي بغى ياخذ هذا الثيم هذا ويعدل عليه،
كذلك راه ممكن انكم حتى نتوما ديروا واحد الافيليت للموقع ديالكم وتجيبوا واحد الاشخاص اللي ممكن انهم يخدموا معكم افيليت في الموقع ديالكم الا بغيتوا تبداو في بناء المشروع ديالكم. هاد الاشخاص هادو الا جبتوهم وبداو حتى هما كيبيعوا في المنتجات اللي هي على المتجر ديالكم راه تبداو كتحققوا مبيعات وغادي تبداو حتى نتوما كتعطيهم واحد العموله من خلال يعني واحد الحساب ديال الداشبورد اللي كيبان خاص بهم كتظهر عليه الارباح ديالهم وكتظهر عليه الامور والتفاصيل اللي كيربحوا حتى هما معكم من المبيعات اللي كيحققوا لكم. يعني راه هناك العديد من الامور اللي ممكن انكم تستغلوها، كل ما عليكم فقط الا تخدموا يعني العقل ديالكم وتشتغلوا يعني في افكار اللي هي رائعه وجيده، ان شاء الله غادي تكون النتيجه. اذا كان هذا فقط اخواني شرح مبسط عن كيفيه يعني الحصول على بعض الموردين. شركه قنوات هي شركه تركيه كبيره ورائعه جدا كعلي اكسبريس وبعض الموردين الاخرين، وكتشحن العديد من دول العالم. راه ممكن انكم تخدموا بها بشكل جيد وتعتمدوا عليها يعني في عمل دروب شيبين الخاص بكم. اذا كان هذا كل شيء اخواني، كل الروابط ستجدون اسفل الفيديو في الديسكريبسيون. بالنسبة للقالب فهو موجود يعني على متجر ايفانتو، راه العديد من الاشخاص كيعرفوا موقع ايفانتو او موقع تيم فورست التابع لموقع ايفانتو الكبير. هذا يعني التيم هذا فهو متواجد عليه، بغيت نخلي لكم الرابط ديالو الا بغيتي شي حد يشريه ويخدم به. كذا الاخوان اللي ما كيعرفوش طريقة التعديل على التيم ولا شي حاجة راه ممكن انهم يتواصلوا معايا ونقوم ان شاء الله بالتعديل على التيم ديالهم بشكل كامل ونوضع كاع الاضافات ديالهم. كذلك نعطيهم امكانيات كيفاش ممكن انهم يتحصلوا على بريد الكتروني تجاري باش ممكن انهم يتواصلوا مع العملاء ديالهم، نظرا لان كما كنعرفوا في البريد الالكتروني العادي كيكون يعني ما مفضلش باش اننا نتواصلوا مع العملاء ديالنا. راه ممكن اننا نعطيكم يعني الطريقه ديال كيفاش انكم ديروا بريد يعني الكتروني تجاري في حاله الاخوه اللي كيعرفوا كيفاش يقوموا بانشاء بريد الكتروني تجاري، راه ممكن انهم يقوموا يعني بانشاءه ووضعه يعني على التيم. كذلك بالنسبه لطريقه وضع الافيليت، راه الا بغيتوا توضعوا الافيليت على ستور ديالكم ولا اي امور ممكن انكم تواصلوا معايا ونعطيكم طريقه كيفاش توضعوا الافيليت على ستور ديالكم وكيفاش الناس يولي عندها واحد الداشبورد اللي هو خاص بالافيليت وكتظهر عليه الارباح اللي كي يعني ربحوا معكم من خلال يعني العملاء او يعني الزوار اللي كيجيبوا يعني للقناه او المتجر ديالكم. اذا كاع الامور ان شاء الله راه موجوده وممكن انني نشاركها معكم. كل ما عليكم انكم تحطوا التعليقات ديالكم، واذا كنتم مهتمين بزاف راه اي شخص مهتم راه غادي يتواصل معايا وان شاء الله غادي نشرح لكم الطريقه كيفاش كيخدم المتجر ديال شوبيفاي بشكل ناجح. وكاين العديد من الامور اللي غادي نشاركوها ان شاء الله باش ممكن اننا نربحوا يعني عن طريق الانترنت من يعني التجارة الإلكترونية. إذا السلام عليكم إخواني وإلى اللقاء.